دي أسوأ أزمة، وكل العالم بيقول دي أسوأ أزمة بيمر بيها العالم، لم تحدث منذ، بعض بيقول يا إما من فترة الكساد، يا إما بعض بيقول من ساعة الحرب العالمية الثانية، يعني برضو من حوالي 80 سنة لم يشهد العالم الأزمة اللي موجودة دلوقتي. وبالتالي اللي اتحسب إن هناك خسائر قدرت بحوالي 12 تريليون دولار في العالم كله، في الناتج الإجمالي للعالم، الناتج اللي احنا بنطلق عليه الجي دي بي، أو هيسموه بقى الناتج العالمي. توقعات النمو بتاعت الاقتصاد في العالم، كل المؤسسات نتيجة لهذه الأزمة ابتدت تخفضها، بعد ما كان في تفاؤل خلصنا أزمة كورونا، ابتدى الناس كلها تقولك لا دي الأزمة دي جت، وابتدوا يخفضوا معدلات النمو والزيادة اللي هتحصل في الاقتصاد في العالم كله. وابتدت المؤشرات بعد ما كانوا بيتكلموا على 4.4 بقوا بيتكلموا على 3.6، وكل المؤسسات المالية بتقول ده كمان 3.6 دي هتنزل عن كده في خلال الفترة الجاية. وبالتالي يعني انا بقول لحضراتكم عشان نحس برقم ال 12 تريليون دولار، دول عبارة عن ايه؟ دول عبارة عن 5 أمثال الناتج المحلي لقارة افريقيا كلها بتاع السنة اللي فاتت، عشان بس نعرف حجم الخسائر. ال 12 تريليون دولار دول يعادلوا الناتج المحلي الاجمالي بتوع 4 دول في اوروبا، اللي هم اكبر 4 دول، المانيا وفرنسا وايطاليا وانجلترا، غير ان هو يعادل 6 أمثال الناتج المحلي، او اسف الناتج المحلي الاجمالي ل6 دول اسيوية من النمور والدول المتقدمة في اسيا. يعني احنا بنتكلم على ازمة لم يشهدها، زي ما بقول لحضراتكم كل اللي عايشين النهاردة على الكوكب لم يشهدوا هذه الازمة من قبل. النهاردة بقى كل بيتكلم على الاستثمارات الاجنبية المباشرة بقت بالسالب، يعني الناس بقت بتخرج مش حتى بيحصل تباطؤ.